يا عيال هذا بيته. ليه ما نوقف عند باب بيتهم؟ ما بقول انت درج تبيهم يكشفونا. يا عيال تسمعون الصوت؟ اي والله صوت مين ذا؟ هذا الرجال اللي اقول لكم عنه. الوضع ما يطمن. مسكين الرجال جالس يصارخ، وش بنسوي؟ انا اقول ما لنا الا ننقذه، نقمز الحين ونطلعه. وانت يا كفته ارجع عند السياره وراقب، واذا جاء الرجال دق علينا. اوكي يلا 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 ياسر انت اطولنا، شوف شغلك. يلا الباب مقفل يا عيال، وش نسوي الحين؟ ايه الوضع صار يخوف، خلونا نمشي. اهدى اهدى، ما انا بطالع من هنا الين ما اعرف شو السالفه. اسكت انت. احنا جينا نساعدك. اطلع برا اطلع برا. طيب تحتاج مساعدة ندق على الشرطة. ابو عامر كيفك؟ كفته ياوا زاد. انا اقول وش هالسيارة اللي عند بابنا؟ ايوه انتظر ولدك عامر وياسر وشكوش. وين فيه بيتي؟ سر ما اقدر اقول لك. عجيب والله. خليني اساعدك بالاغراض. اي والله الله يعافيك، حطه بالحوش. هيا هيا. يا عمي خلنا الحرامية يلا نمشي. كفتة هلا كفتة متأكد؟ طيب طيب جاي عيال جاي.
تنكبره أنت، حتى على الصامت. كفتة اسحب عليه ذا البزر. ما دق علينا إلا يوم رجال دخل البيت. طيب وش نسوي الحين؟ يا عيال لازم نسبن، وإذا ما قدرنا ندق على الشرطة. قسم بالله مسكنا ذا النفسية نذبحنا. قلت لهم اطلعوا برا يا حرامية، بس الظاهر انهم حسوا فيك ونحاشوا. زين انت لا تشيل هم الحين، ابيك تنام وترتاح وترك الباقي علي. خلني بشوف من اللي دق الجرس. السلام عليكم. خير يا ابوي، ايش فيه؟ ابغى اصدقائي. اصدقائك؟ من هم اصدقائك؟ اصدقائي عامر وياسر وشكوش. خلهم يطلعوا، واذا ما طلعتهم راح تندم. ساتر، متاكد انهم اخوياك؟ ايوه اصدقائي في الاستراحه، بس قالوا عندكم واحد مريض ويبغي احد يساعده وينقذه منك، بس شكلك طيب. ما تخوف. ايه مره. طيب خلنا ندخل داخل، احنا عيب واقفين عند الباب نسولف، خلنا ندخل نتقهوى. طيب شوف الطريق وخلي زوجتك توخر، قول لها راجل جاي، وخذ هذه من عند ابو عامر اللي ولدوه عندكم. يوسف عندي بعد تكي في مزرعتهم ولا في بيتهم ولا لا؟ لا ابشر ابشر ابشر، الله يكثر خيرك. خليني اشوف الطريق يا ولد. في رجال بيدخل عندنا درب. هيا هيا امشي امشي قدامي. هيا تفضل. هيا السلام عليكم. وعليكم السلام. ابطل غدا وانا موعد العيال بالاستراحه. ما ادري عندي الشغاله. يا ميري ميري نعم ماما. وين الغداء؟ أنا قايلت لك إنك تجهزينا الساعة 2. الحين 2:15. بس 5 دقائق خلص. والله دلعتوها، المفروض تلتزم بالوقت وتنضبط. وانت وش مالك أمركم الساجر؟ وش عندك؟ لا بس عندي موعد مع أخوياي ومعطيهم كلمة، وتعرف أنا كلمتي سيف. كلمتي سيف؟ اللي يسمعك يقول وعد من وكلاء وزارة. كيف تعاو شك إن شاء الله يديم النعمة. أي والله إنك صادق، الله يديم النعمة. ما تسمع الجرس؟ ورا ما تقوم تفتح الباب؟ ورا ما ميري تروح تفتح الباب. تبيها تغسل لك وتطبخ لك وتفتح الباب؟ أنت مالك رجلين؟ كم افتح الباب أنت؟ كم؟ سم سم أبشر. هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول وين أمك؟ في المدرسة. يعني وين بتكون؟ داخل بالبيت. أقول لا تكثر كلام معي، يلا روح نادها وقولها جارتكم سلطان تبيك. يلا سلامات. ليش تنفخين؟ ولا علشان معس فزعة؟ إي أنا فزعة البودي جارد، راح نادى أمك راح أحطك براسي. يلا نادى أمك. يلا راح نادها. يلا اقعد يا القدحة، توزاية من حجاب والله قوية. عاد حداك يا بنك. دقيقة. مستعجلة مرة، باقي ساعات وطيارة الباريس تقلع، فقلت تجيب شغالتي عندك. يا حليلها طيبة وحنونة، قلت مالي غير جارتي وصديقتي يا أم عامر، هي اللي تقدر تشيل الموضوع عني. يعني خبرك تذاكر وفيز وكل هذه خسائر أنا ما أقدر عليها. الصراحة ما أدري وش أقول لك،
فاجئتيني. شوفي لها 10 سنين عندي، ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفي وش حليلة، لها فم ياكل ما لها فم يتكلم، تحطينها على الجرح يبرى، اكرفيها مثل ما تبين. ها وش تبين اجيب لك من باريس بسرعة؟ ما ادري لو في جلابيات. جلابيات؟ شفتي جلابيات؟ الشغالة استغربت، يا حبيبتي هذه باريس. مالك مالك، خلي الهدية عندي، هدية وتستاهلك. استأذنك الحين لأني مرة مستعجلة. أنا وصيك على ماما، ماما مرة كويسة. مع السلامة. وبتجلس عندنا كم يوم لين ترجع أم سلطان من باريس. الله صرنا أغنياء، خدامتين يا حليلها ويا حلى ذهبها، شكلها كيوت. انت كيوت، انت فلة. الحين أم سلطان رايحة لباريس وكاش ومسوية زحمة، ما تقدر تشتري تذكرة لشغالتها وتاخذها معها. حجي والله انت وش دخلك؟ هذه ضيفة عندنا لما تجي مع عزبتها، وبعدين شيء بلاش ربحة بين. ليش كده؟ أنا تاكل 5 دقيقة؟ أنت جيب كلام جديد؟ يا هليلش إذا شغلش كويس ما في خوف. أنا شغل أحسن من أنت، شيبة كبير. أنا شيبة كبير؟ يا كتكوتة يا دلوعة. جوي الهوش المطعمة، تصدقون جوهم أحسن من شكوش وكفتة. خلاص خلاص ميري، ذي شغالة جارتنا أم سلطان، هي سافرت باريس وبتخليها عندنا كم يوم، بعدين حنا ما نستغني عنك ولا عن طبخك اللي أدمنا عليه. شكراً ماما. عفواً ماما، يلا خذيها وديها فوق. أنا أروح مع هالأشكال؟ إيه روحي مع ذي الأشكال. إيش ذا النشبة؟ يلا يلا خذيها. يلا طعن. كل فيلم البطل هذا الغرفة أنا. وش هالغرفة هالصغيرة؟ أنا وين أنام؟ جيب فراس ونوم على الأرض. أنا نوم في الأرض؟ أنا نوم في السرير، أنت نوم في الأرض. لا 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 لا، أنت نوم على الأرض. لا أنت نوم على الأرض. لا أنت نوم على الأرض. أقول لك أنت نوم على الأرض. لا أنت أنت. لا أنت 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 هنا أنت هنا أنت هنا. ما يبغى نوم على الأرض، لا يبغى أشيل سرير أنا. ما في مشكلة ميري، دي ضيفة عندنا، تجلس يومين ولا ثلاثة وبتمشي، أعطيها سريرك. لا هذا سرير حق أنا، ما يبغى هذا الكلام الثاني. هي نوم أرض ولا أرجبت هو. انت منشوفين منشوفين كيف انوم على الارض؟ يجيب لي السرير ولا رجع بيتنا انوم على سريري؟ وشلون تروحين بيتكم وعزبتك سافرت وانا ابتلشت فيكي؟ دقي على الهينا، الهين تدقين عليها. بسم الله عليك سليمان، وش فيك حبيبي؟ طقوني. من اللي طقك؟ اخو مشعل الكبير وخويا امسكوني وخلوا مشعل يضربني قدام عيال المدرسة. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. تعرف بيوتهم؟ امشي امشي معي ورني اياها. وين رايح؟ تبي تروح تعمل مشاكل معهم؟ لا يبا، ابى اروح اخذ حق اخوي منهم. اي خليه يروح يأدبهم، هذول الناس ما ربوهم اهلهم. خبله انت تشرفين اخوك على المشاكل. اقول الصدق، اذا ما تربوا لازم احد يوقفهم عند حدهم. خلاص انا باسر بروح للمدرسه واشتكي هناك بدون مشاكل. ريح نفسك يبا، ما يحتاج، الاشكال دي اعرف شلون اتصرف معها. يا عيال انا مغبون وميت من القهر. سلامات، ايش فيك؟ في عيال كبار تجمع على اخوي سليمان وطقوه. ياهو نسينا ما كلينا؟ يعني من يوم ما عرفنا الدراسه واحنا جالد ومجلود، شوف وجه الخرده كانه مخطط من المضاربات. طيب وش بتسوي؟
ودي اروح لهم واجلدهم جلد لين ما طلع حرة اخوي سليمان. صاحي انت مرجوج مطبوق فيك شيء، تحط راسك براس مبزرة. عامر شوف مصورين المقطع منزلينه بقروب المدرسة، قروني الله ياخذهم. والله ما خليها لهم، ما اكون عامر اذا ما اخذت حق اخوي سليمان بيدي. وش فيك شاهدها هاد، ترى كلهم مبزرة. مهبول انت، هذولي بالثانوي. لكن الوعد بكرة، من بيروح معي يا عيال؟ ابني اروح اتلاقط لي مع مبزرة؟ يا ابوي روح لحالك. لانك ورع وما انت بكفو. انا معك يا عامر. وانا معك. وينهم؟ هم دائما تكون على الجدار هنا. هذا هو. متأكد؟ ايه هذا هو اللي ضربني. خلاص انزل انت رح مدرستك وحنا بنتفاهم معه. كف يلا انزل يلا رح. تضرب اخوي ورع ها؟ تضرب اخوي الحين اعلمك. راح لبق السياره مسوي مرجله ها؟ وش قدام ذا الكل؟ الحين اوريك انا ادب سوي رجال ورع وش قدام امشي. السلام عليكم ابو محمد. سلام هلا استاذ حياك. الله يحييك يا ابو محمد. في مجموعه طلاب غايبين ودنا نعلمها اليوم. طيب اعطيني اساميهم الله يرضى عليك. سم سلطان محسن. سلطان محسن. عبد العزيز محمد. عبد العزيز محمد. نواف علي. الو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم. اي نعم انا ولي امر الطالب سلطان. وشو؟ ما يصير يا ابن الحلال، انا بنفسي موصله المدرسة. طيب خير ان شاء الله خير. على العموم شكرا على اهتمامكم. وش فيه؟ يقول سلطان غايب عن المدرسة. وين بيروح؟ ما أدري ما أدري. الله يرحم أمك فكني، والله ما عاد أضرب أخوك سليمان والله. أنت اللي جنيت على نفسك. لا مصور مقطع فيديو ها؟ تبي تدل أخويا ورع؟ إحنا بنأدبك، أنت وأشكالك، أنتوا اللي خربتوا المجتمع. يا واد إيش بكم على البزر؟ تتمرجلوا عليه؟ أخوك سليمان هو اللي ضرب أخوي مشعل، هذا مالي دخل. أوف ولا كلمة. وإذا بزران تهاوشوا تحط راسك براس بزر ها؟ تحط راسك براس بزر؟ شوفوا يا عيال هذا اللي بسوي أول مهايطي وإنه قوي وتدير بتدير بدأنا القوي وراك تبكي الحين ها؟ وراك ذليل وراك ذليل. شوفوا يا سليمان الحين يبكي يبكي أخذت حقك منه ولسه باقي ها؟ هذا المقطع لك يا سليمان يا سلي أوكي؟ أرفع راسك أرفع راسك. ثاني مرة تتعرض لأخوي سليمان ما تلوم إلا نفسك. تفهم ولا ما تفهم؟ أفهم أفهم. يلا يا عيال مشينا. إيه ما بتفكوا؟ لا خله هنا يتأدب نرجع نفك العصر. إيه فكوني إيه تعالوا فكوني.
يا عامر غير صوت الغاز. سمي بو. هذه دبة الغاز اللي رجعتوني من آخر الدنيا علشانها. عسى ما خربنا عليك الكشتة بس. لا 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 عادي تمرون أمر. وش ذي الريح؟ مو عاد ريحة، يمكن الغاز في تنسيم. لا ما هي ريحة غاز، هذه تشبه ريحة الذهب. ذهب؟ النخلة. قلت لكم بلاش من الحكاوي دي في البر، ما سمعتوا كلامي. ها ارتحتوا؟ شوفوا خويكم اتجنن وتهيأ له انه قابل جنيه. لا زدك من الشعر بيت، قال لك ايه عدته نخله تطلع ذهب. تخيلوا نخله تطلع ذهب. ما عندك نخله تطلع فلوس. عامر سالفتك ذي ما اقولها الواحد في التمهيد يا شيخ. على اساس كلامكم ذا بياثر علي اقول دزه بس انت وياه، لعلكم ما صدقتوا. يا عامر يا اخي معقولة؟ معقولة فيه انخلب هالدنيا تطلع ذهب؟ طايح بفلام كرتون انت؟ قايل لك انا اوصلك ما طعتان. كلها سنة او سنتين والنخلة دي تطلع ذهب. ويسقدون عيار 24. لا يا عيالي على شرط شب يكون الذهب منحي. يبا سم، قد سمعت عن نخلة تطلع ذهب؟ انخلة ما تطلع الا ذهب وهذا هو. لا لا أنت فهمتني غلط، ما أقصد تمر، أقصد ذهب. ذهب كان في يوم من الأيام التمر هذا أغلى من الذهب. أقول عامر صباح الخير. صباح النور، مش عندس أنت بعد؟ كني أشم كذا من البارح ريحة ذهب جاية من استراحتكم، إيش سالفة؟ حتى أنتي سالفة الحريم مع ريحة الذهب. أقول مو بشغلس ها؟ دزيها دزيها بس استراحتكم. ملت عليك. هلا بعامر. هلا وغلا. مرحبا انبطة ولا الله عمرك. اتفضل. يا هلا يا هلا يا هلا، نورت الاستراحة والله. نورت نورت. أرحب تفضل حياك الله. مرحبا في مرحبا وتحية والسلام، مصمم القلب تهدى لك يا ولد العم، من ضيفنا الليلة. وش السالفة يا عيال؟ حنا بصراحة يا عامر حسينا ان حنا كسرنا خاطرك وزعلناك امس بصراحة، يعني قلنا نراضيك بهالذبيحة الزينة. سم تفضل عامر. هي بس انا ما غسلت. جبنا المويه اللي عندك، اتفضل غسل يدك. بس بروح الحمام وجه. ولا تعب نفسك حبيبي، تعال تعال. ولا اي شيء. ها تفضل الى عندك تفضل. يا اخر بس الحين عرفت ليش جايبين لي مفطح. شفت الذهب وجايين تسقونه علي؟ مخفه انا عندكم مخفه يا ابن الحلال. ما حد قد قال انك مخفه، وش فيك انت يا اخي؟ احنا اخوياك زملاك، بيننا عشره عيش وملح. الحين اخوياي ها؟ اقول دزها انت وياه، ما لكم شيء عندي. كيف مالنا شيء يا ابويا؟ الاستراحه دي كلنا قطينا فيها، واي شيء فيها يخص الجميع. وش دخل يا ابوي؟ النخله دي انا اللي جايبها. بس انت جايب الاستراحه، واستراحه كلنا قطينا بها. وش فيهم العيال يصارخون؟ شكلها قبعت بينهم. لا 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 أكيد متطقين على البلوت كالعادة. لا 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 وضعهم مو طبيعي، حتى لما شفت عامر قدام الاستراحة كان متقروش، كلمته سحب علي. صدقوني وراهم شيء ولا أنا ما أفهم. اسكتوا بنات خلنا نسمع وش قاعدين يقولون عشان نفهم السالفة. صح صح معي، لا تنسى ترى الاستراحة باسمي. وش دخل يا بوي؟ وإذا الاستراحة باسمك تاخذ النخلة؟ أبى أبلغ عليك الشرطة، وإذا كانك تبيها تقبع بيننا سوها إذا أنت رجال. وش تبون مني؟ سهلة نتشارك. خلاص خلاص نتشارك، أبعطي كل واحد منكم تمرة.
الله يعطيك العافية يا عامر. عموري حبيبي، تدي كل واحد تمرة يا أخي، إحنا أصحابك وكذا، خليها حبتين. أوكي أوكي، تمرتين بس بشرط. أيوة كذا حبايب، يلا وش شرطك؟ استروا ما واجهتوا وتتناوبون على حراسة الاستراحة والنخلة. تم. هلا صلوحي، كيف حالك؟ هلا أمر. والله فاضي ما عندي شيء، قلت أجي أصك معكم بلوت. عيال بس صراحة اعتزلوا البلوت نهائيا، واستراحة بكبرى قبلناه. قبلتوها؟ طب مدام قبلتوها ورق جاسم كذا كذا ماسك خفارة. يا كنن الجردية اللي تقبلها شارط علينا حرس لين ياصل. وصلت المعلومة؟ وصلت المعلومة. طيب ما في عشاء؟ لا لا ما هنا عشيات. يلا يلا ما في شيء. يلا سلام عليكم. تنك بهذه الطريقة أو الطريقة الثانية إنك تضرب كل قوتك على ظهر الرضيع لين ما يكسر. يا جماعة في أبسط الطرق نتصرف إذا كان الرضيع مخنوق. شوف معايا، إذا ظهرت مؤشرات اختناق الرضيع، أول مؤشر إنه ما عنده تنفس بسهولة، ثاني حاجة ما عنده صوت، وثالث شيء كمان اختلاف ملامح الوجه واللون. وش فيك قاعد هنا؟ ليه؟ الواحد ممنوع يجلس عند استراحتهم؟ لا لا ما قلنا ممنوع ولا شيء، بس معليش ما لكم حس اليوم، وأمس أصواتكم عندنا بالاستراحة. يا ليل القلق، صارخنا ليه تصرخون ازعجتونا؟ سكتنا ليه تسكتون؟ سلامات مسؤولين عننا أنتم؟ خلاص الاستراحة محولينا على الصامت اليومين، والدردش قلبناها على الواتس، عندكم مانع؟ بنات امشوا ذا نفسية. أقول جزيها بس. هذا الغرفة أنا. وش هالغرفة هالصغيرة؟ أنا وين أنام؟ جيب فراس ونوم على الأرض. أنا نوم في الأرض؟ أنا نوم في السرير، أنت نوم في الأرض. لا 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 لا، أنت نوم على الأرض. لا أنت نوم على الأرض. لا أنت نوم على الأرض. أقول لك أنت نوم على الأرض. لا أنت انت. لا انت 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 هنا. انت هنا. انت هنا. ما يبغى نوم على الارض، لا يبغى شيء سرير. انا ما في مشكله ميري، دي ضيفه عندنا، تجلس يومين ولا ثلاثه وبتمشي، اعطيها سريري. لا هذا سرير حق انا، ما يبغى هذي الكلام الثاني. هي نوم ارض ولا اعجبت هو؟ انتوا من شوفين ما تشوفين كيف أنوم على الأرض؟ يجيب لي السرير ولا رجع بيتنا أنوم على سريري؟ وشلون تروحين بيتكم ومعزبتك سافرت وأنا ابتلشت فيكي؟ دقي على الهينة، الهين دققين عليها. وش ذا البلشة؟ تقول رجعوني البيت؟ شو أسوي لها الحين؟ يا قو وجهها، تحمد ربها نظفينها. عامر أبعطيك قروش، رح هالحين لأقرب محل أثاث واشتغل لها سرير وجيبها بسرعة. سلامات يبا، لي سنتين أقول لكم سريري منكسر ومايل، تقولوا لي بعدين بعدين، والحين يوم جد ذي على طول تقول له سرير جديد. تراها شغالة جارتنا أم سلطان ومخليتها أمانة عندنا، والحين مسوية مشكلة تقول أبي أرجع بيت الكفيلة. حنا وش دخلنا؟ سلامتها ترجع. عامر أنا وش قلت؟ سم يبا يجرونا أطلق سرير. سرير جديد؟ سرير جديد كبير، مو سمسم سرير انت. ما قلش ما في مشكلة. وش هالمطبخ؟ ما في حلويات؟ كاكاو؟ شيبسات؟ ما في حلاوة
كاكاو وتشبسات هنا. روحي بخالة. ماري وين ايس كريم حقي؟ هذا خدها ماما جنون، ممكن هي شيل. وخذت الايس كريم حقي المشفوحه. واذا اخذته عليها بالعافيه، لا تنسين انها ضيفتن عندنا. سأنا اقول كل يوم راسي يوجعني، حلقي يوجعني، ما ادري وش يوجعني. اسمعي عاد، من اليوم ورايح الايس كريم ما يدخل بيتك. عجيب. انت ايش هذا؟ خدامه انت؟ لا أنا شغل ميك اب ارتست، وهذا خدامة أنا. أنا في شغل الكهرباء. سوي جولة؟ ندخل جولة وجهفلة من جولتين. جهفلة كرتي أبي. جل. يا الله صباح خير. سامي يا ابو عامر وش فيك؟ وين ماري؟ لا جهزت فطوري ولا في بعد. غريبه، العاده من الساعه 6 الصبح وهي صاحيه، والحين الساعه 10 وتوها منزلت. ما علينا، روح على المطبخ جهزي فطوري، خلي اخذ علاج السكر. ابشر ابشر ابشر. صباح الخير ماما. صباح النور. وين ماري؟ ماري نايمة، جالسة على جوال لين فجر. أقول لها نومي نومي، ما يسمع كلام. الله يهديها. يصير خير. أوف 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 أوف، وش ذا؟ هذا فطور فنادق. ذيرونا يا حليلها، خدتها مسنعة، صحت قبل هالخبلة ماري وجهزت ذا الفطور. ها إلى حين ما صحت ماري؟ توها صحت، لكن عطيتها كلام علشان ما تسهر مرة ثانية. غريبة، مو من عوايدها ماري. سمو سمو، أهم شيء الفطور زين. أتحداك الفطور البطل. أعطيني يد بلاي ستيشن. صحيح أنتي، ذي اللعبة صعبة. شجاعوة، أنا أعرف ألعبها، شرط أفوز. أعطيني بس أشوف، أعطيني. يلا وريني. يلا عيال نزلوا الأغراض. يلا يلا، كل واحد يشيل شيء. سلامات، وراس تناظرين مضيع شيء انتي. وش فيها اشكالكم كذا متهاوشين انتو؟ لا 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 يا بنت الحلال، كنا كاشتين. يا فاتتكم كشتة، طبخ وناف ومطر ودبابات، انواع الفلة. الله كشتة، مرة بخاطري اجرب اكشت انا والبنات. طيب اكشتوا، ايش ناقصكم؟ سيارات ومعكم. بصراحة ودنا، بس خايفين احد يضايقنا منا ولا منا. يخسى يخسى احد يضايقكم. احنا نكشت معكم. سلامات يا بوي، سلامات. قاط معهم انت؟ لا لا لا، احنا ما نكشت معكم. مهم معهم، مهم معهم يا سبها، جنبهم. الحين سؤال واحد، الحين مهم هم جيراننا وبيننا وبينهم جدار. هلا خلاص نكشت ويكون بيننا وبينهم موتر. ايه اذا كذا اوكي. كفو، متى تبون؟ بكره؟ لا وش بكره، سلامات. ابى اشاور البنات واعلمك. يلا يلا باي حقين البران. امشي يا عيال.
معلش الويكند ما يناسبني، عندنا عزيمه. طيب عزيمتكم يوم الخميس ولا الجمعه؟ الجمعه. خلاص يوم الخميس، وش عندكم؟ يا ذكيه الخميس تجهيز عزيمه الجمعه. يا ليل، خلاص مو بلازم نطلع الويكند، نطلع وسط الاسبوع. لا وين، تحسبينا فاضيين مثلك؟ لا يا حبيبتي، احنا عندنا دوامات، خلوها الويكند اللي بعده. لا لا معلش، الويكند اللي بعده تمايم ولد بنت خالي. تمايم ولد بنت خالك؟ يا ليل، مناسبه ابدا مو بمهمه. مو مهمه عندك يا حبيبتي، هذه بنت خالي اقرب لي من خواتي، وبعدين مين انت طالع عمرك عشان تعلميني وش المهم وش اللي مو مهم بحياتي؟ كالعاده تهاوشوا ونسوا الموضوع الاساسي. اي موضوع؟ وش اي موضوع؟ موضوع الكشته. يو خلاص نسيت، اقول لكم شيء، خلوها الشهر الجاي. الشهر الجاي بالضبط. لا 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 مو الشهر الجاي، اخر مره تسوي لي مره طول عمرك عزايم. انا بسم الله الرحمن الرحيم. وقف ورا الباب انت؟ لا لا يا بنت الناس، لا تحطين شيء في ذمتك. انا كنت مار جنب الباب وانتم طقيتوه. نصاب كالعاده، كنت جالس تسمعني من ورا الجدار. الله يصلح قلبك يا رب ان شاء الله. لا تفهميني صح، المهم متى قررتوا؟ خلاص قررنا كشتتنا تكون يوم 3 ديسمبر. داري سمعتكم. يعني تقريبا اسبوعين ونص. يو يا عيال، يعني علشان يخططون الكشته يقعدون اسبوعين ونص؟ صدقوني يا عيال، انا مره كنت طالع من البيت جايكم على الاستراحه، فجاه كذا لقيت نفسي في البحرين. لا يا ابن الحلال، البنات جداولهم منظمه وترتيب وتخطيط وتنظيم وتستاذن من امها وقروشه، وعادي ترى على اتفه سبب تكنسل طلعتها قبلها بنص ساعه. ايه فقي انا ماني جاي. قال ايه؟ قال احرسهم سكرتي انا. اوه صاد شكوش، حتى انا ماني بجاي. أبوك الجحدة وراكم عيال. أقول لك ياسر، إيش حنستفيد منهم؟ أكل وحلا وقهوة وشاهي، ما لذ وطاب، يعني بالعربي ميم ميم. هي إيش يعني ميم ميم؟ يعني مي ومناهي. درجنت يعني محفول مكفول. الكشتة هالمرة ما راح تكون نفس كشتاتكم اللي متعودين عليها، يعني تكون مودرن وتناسبنا حنا البنات. يعني مو بلازم تراب وبهذلة وقرف زي أشكالكم آخر مرة. كنا تسب يا عيال. لا لا نتمشى، ودها تشارك بس. أقول لا تنسينا الزعفران اللي فوق راسس، احتاجه بالكشتة. وراك انت ما تضحك. لا إيه عادية يعني، بس حبيت أشارك يعني. يا سخفك. المهم من بكرة بنبدأ تجهيز وبنروح نشتري فروات الكشتة. أنت أطلعي من المنقد أول شيء، بعدين روح اشتري الفروة. ورا ما ضحكت الحين؟ ما أدري مضحك؟ إيه. هذه حلوة والله. يلا أقول خفوا علينا يا طقم الفناجيل. إيه أبو حمود، متى تفك الجبس؟ ما تشوف شر، ما تشوف شر، جابها. أمشوا أمشوا. يا سخفكم بس. اسمعوا بنات، عندي حساب في الانستغرام يبيع فروات تهبل. شوفوا يا بنات، أنا أعرف لكم واحد في ثميري يبيع فروات ستايل نسائية رهيبة، بكلمة لكم يسوي لكم ديسكاونت. ولد لا يكون غلطانين بالمحل، محل عبايات ذا ولا فروات؟ مشكلة يا عامر، نفس التصاميم بس فرق القماش من جوا. الله خير خير، واخري انا اخترتها قبلك، ليش تقلدين؟ خير وش اللي اقلد؟ سبحان الله، اول ما حطيت يدي عليها قلتي الله ابي زيها. خلاص يا بزر انت وياها، اهجدوا لا اكف بنت واحدة منكم بفروتها. خلاص اختار لون ثاني انتي. ما ابي، مسكت معي ذا اللون وانا ماني مختارة الا ذا اللون. يلا وش عندك وش بتسوين؟ بنات ترى الموضوع مرة بسيط، خذي فروتين من نفس اللون، كل واحدة منكم تاخذ نوعين وبس، وانتهى الموضوع، ونسقوا مع بعض الطاعة الثانية. يقلع أم الهوشة الخايسة، متهاوشين عشان لهم فروة؟ قصدك يقلع أم المصاريف؟ تدري إن فروتي ذي شريها لي أبوي من عند المسجد من يوم أنا بالمتوسطة، ولا الحين ما غيرتها؟ عشان كذا ريحتها غنم. إيه أصلية، مش عرفك أنت. مرحبا. يا هلا. بكم هذه لو سمحت؟ 560 ريال. ليش 560؟ كيف 560؟ لا 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 لا، غالي غالي غالي. شوف ان السعر مناسب، هذه من طرفي جارتنا وتعز علي. شو هالحكي؟ الاستاذه من طرفك؟ تكرم عينك انت والاستاذه، وبلا 60 ريال خليها 500. ايش رايك فيني 60 ريال طرفي ثاني؟ والله انك كفو يا تركي، مره شكرا. خلاص امسك حاسب وما يحتاج تحط لي اياها بكيس لاني بلبسها الحين. تكرمي. باي. اسمع
200 ريال تدزها في حسابي الحين. شوف يا تركي، نحن اتفقنا كل شخص بيجي من طرفك بياخد فروة تاخذ 100 ريال مو 200 ريال. اقول حبيبي الحركات دي ما بعلي انا زين، لا اقلب لك المحل هذا ملاهي. 200 ريال تدفها في حسابي، ترى جملتها في 60 ريال انا عارف. طيب خلاص خلاص تكرم عينك، راح احول لك 200 ريال. ايوه. ايش جايب انت حب مويه رايح ملعب؟ هاي انا خلصت وانتو؟ وش مهبوله انت؟ الله يصلح قلبك، قاش البقاله كلها. وانا خلصت بس باقي لي شيش طوب ما لقيته. سلامات، وش ذا الاغراض؟ تخيل يا بنات ايش لقيت؟ شواية كهربائية عشان اطبخ عشانه، وجبت فحم تدفى فيه. ايه سلامات يا ابو حمود. كابتن. خير ان شاء الله. في شيء؟ وشلون بتشغل شواية كهرباء في البر؟ يا ذكي، في محل عندهم توصيلة تنشبك على بطارية السيارة، بكرة بروح اشتريها. يا بنات مرة قهر، ما لقيت ولا مشروب دايت، بس جبت الاشياء هذه خلنا نمشي فيها حالنا اليوم. اوه صح ذكرتيني، نسيت السكر البني. وانت يا استاذ عامر نسيت شيء؟ نسيت ليش جينا اصلا؟ احنا وشو اللي جايين يا اخ ياسر؟ ما ادري. ابو حمود وشو اللي جايين حنا؟ نكت انت وجهك. حلوه حلوه. عيب عليك، حرامي يرفع سلاحه على حرامي. انا معك يا عطف. وانت شلون عرفت يا حليلك؟ انا ما سموني الطار عبث. الزبدة الحين أبي حقي من الجرية كامل مكمل. حقك موجود بس أنت تعرف اللي يخوننا وش يصير فيه يا عامر؟ لو أبي أخونك كان خنتك من زمان. أنا كنت أبي سلف 500 ريال، والحين جتني فرصة ولا راح أطيرها من يدي. كذب. عرفت من هو فايز؟ يعرف الرجاجيل من عيونهم. تفضل انبسط وفلها وسعت للعملية الجاية يا بطل. هذه كم يا ولد؟ لا يكون زرفيني بس، ترى أكره شيء عندي إن الحرامي يسرق أخوه الحرامي. لا تخاف لا تخاف يا عامر، نفس نصيبنا. كفو الحين، عصابة مسوي زحمة، بالأخير ما عندك إلا ذا الاثنين السبايك. أنا أقول لازم نزيد عدد العصابة وخليهم كثيرين، وعندي لك ناس أذكية أذكية جدا مثلي وشرواي. شرواك الطيب. ورا ما تضحكون انتم. دير بد 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 دير بد. اطلخوا يا عيال، هذه ال 500 حقتك شكش وفوقها 2000 ريال خذ. اوف اوف اوف، ايش هذا كله يا ابويا؟ من فين جبت الفلوس دي كلها؟ المعذب اللي اشتغل مع مطنوخ، وانا معذبكم وشرهتكم. عامر في الهوى صابوليه، باعوا واشترى صابوليه. قوم يا عاد بلا صابوليه بلا مسكوليه. حبيبي مو منطق ومو معقول في اول يوم دوام لك تاخد مبلغ جامد زي ده شرها. اكيد الموضوع فيه له انه. خله عنك ذا، اولا سنعنا معك وظفنا تكفى. اف عليك عموري ما ينسى اخوياه، بس حبه حبه وادخلكم الشركه. ايوه هذا عامر الكفو اللي يعرفه. بس يا عيال اهم شيء ما تخافون وتحفظون السر. عامر لقيت ذولي برا يقولون انك طالبهم، وش السالفه؟ ايه انا اعزمكم الليله، من قوه الطناخه انتم ما تروحون المطعم، المطعم يحضر هنا. كلوا يا عيال، ترى كله حلال بحلال. كفته الواد ده انا ماني مطمن له نهائيا. كلوا انت ساكت، عامر طول عمره ذكي. الا تعال عامر، اختبار بكره في الصبح ولا في الليل؟ لا الاختبار بالصبح، بالليل عندنا حفله. وش الاغاني اللي صنوها؟ سرقني سرقني ما دريت انه سرقني. ومن ذا الجو؟
مثل ما وعدتكم الآن أبى أسوي لكم اختبار، اللي ينجح فيه يروح معي للدوام، بس أهم شيء الشجاعة وكتمان السر، ولا أحد يتحرك من مكانه مهما صار. أوكي. عندك واقف هنا يا كفتة؟ عامر يسوي لنا تدريب واشتغل مع واحد مليونير، بس لا تقول لحد. أمحك كاتم إصرار، 0/10. اللي بعده. أصمت. إجابك هنا. أنا مداوم هنا. في سيارتك. بمشي برجولي وبجي برجولي. أقول لك. أنت جاسوس. جاسوس شنو عدو؟ هذا لبس الجواسيس أنا عارفه. فهمتني غلط. فهمتك صح. لا. أديك بوكس في عينك أوريك كيف. ما تديني بوكس. أفقع فمك. لا لا لا. أصبك هنا الثاني. أمشي. فرانكا. أمشي. وشكلك. اللي بعده. يا ابويا تعبنا واحنا واقفين كاننا حراميه. انت ما عندك قدره على التحمل. 0/10. اللي بعده. الفاتنه اللي على قلبي تموت هي صباح الخير ولا الخير هي نظرتني وسلهمت ذيك العيون الغزل والشوق واسرار الحكي الفاتنه اللي على Good morning ياسر. Good morning. Can I enter the house? Yes, of course, yes. 10 صفر من 10. اللي بعده. بيبي البيع الموتر. وراهم تغلج ذا. سلامات في المعارض انت. 0/10. زلايب 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 كلكم ساقطين، تبوا تفشلوني مع المعذب؟ يلا يا ورع انت وياه، دز هالبيتكم يلا. تكفى عمو عموري، ادينا فرصة ثانية، احنا زملائك. وين فرصة ثانية؟ داخل برنامج انت؟ اقول وراي حفلة ماني بفاضي لكم. يلا سردب سردب انت وياه، سردب لا تقعد تناظر. يا عيال الواد ده وراه مصيبة، والفلوس هذه ما هي حلال، أكيد غسل أموال. تتذكروا عيال يوم ما عامر غسل التوب حقه حصلنا في الجيب 500 ريال، ويوم ما سألناه قال إيه نسيتها من كتر فلوسه. يا عيال لازم نلحق على خوينا الليلة قبل اللي يتورط. يا الحبيب. هلا. طالب طلبية؟ لا بس يمكن سليمان طالب برجر. لا مو برجر، طلبيه من الصدريه، ممكن تستلمها عنه؟ اقول يا طيب الطلب لي انا، لي انا، انا اللي طالب الطلب يا اخوي. اخوي اصبر اصبر. سلامات يا الجار، طالبني بر. يخرب بيتك الحارة كلها درت اني طالب بر يا اخوي. هات هات. وش دخلك يا اخوي انت؟ ما تنام انت؟ حرقت حرقت. وش تبي فيها؟ بعدين وراكم شخص الموضوع انت. سلفت هذا. هلا عامر. انزل انا عند بيتكم بعطيك حافظات جريش وقرصان من الوالده. يلا من قدك. اسمع يا درج انا بالاستراحه. شكرا مقدما. عطى سليمان موجود بالبيت وتعلنا بالاستراحه. يلا يلا اوكي باي. لا لا بريطانيا دولة ما هي مدينة يا جاهل. ما تقرأ أنت في الجيولوجيا؟ إيش دخل الجيولوجيا دحين في الموضوع يا فقي؟ بعدين عمرك كده سمعت عن منتخب اسمه منتخب بريطاني؟ ما في، لأنه ما يحبون الكرة. أسمع يا عامر. إيه عامر
يا ابو ها وش تبي انت؟ لا لا الموضوع كذا كبير مسرح ومتنح ايش الهرجه؟ جارنا وضعه مريب انا من مرتاح له. ماله؟ بيتهم تطلع منه اصوات غريبه. ها وراك فهيت انت وياه اللي سويته يا ابويا. ايه بيوت الناس لها حرمه، عيب تقعد تتصنت عليهم وخصوصا اذا كان جارك. مو بنت وياه تعلموني العيب، اصواتهم واصل بيتنا، تفهم ولا ما تفهم؟ السلام يا عيال. وعليكم السلام. عامر ايش وضع جاركم الجديد ذا؟ وش فيه؟ يا ابوي وضعه ربش الربش، شطفني شطفه غير طبيعيه، دخل سيارته جوا البيت وسكر الجراج. ها شفت انت وياه ولا ياسر ما يعرف حرمه البيوت؟ يا عيال انا مسكت براسي اني اروح لبيتهم واعرف ايش سالفته. يلا مشينا. يلا. يا عيال هذا بيتهم. ليه ما نوقف عند باب بيتهم؟ ما بقول انت درج، تبيهم يكشفونا. تسمعون الصوت؟ اي والله صوت مين ذا؟ هذا الرجال اللي اقول لكم عنه. الوضع ما يطمن. مسكين الرجال جالس يصارخ، وش بنسوي؟ انا اقول ما لنا الا ننقذه، نقمز الحين ونطلعه، وانت يا كفته ارجع عند السياره وراقب، واذا جاء الرجال دق علينا اوكي؟ يلا 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 ياسر انت اطولنا، شوف شغلك. يلا الباب مقفل يا عيال، وش نسوي الحين؟ ايه الوضع صار يخوف، خلونا نمشي. اهدى اهدى، ما نطالع من هنا الين ما اعرف ايش السالفه. اسكت انت. احنا جينا نساعدك. اطلع برا اطلع برا. طيب تحتاج مساعدة ندق على الشرطة. الكشتة هالمرة ما راح تكون نفس كشتاتكم اللي متعودين عليها، يعني تكون مودرن وتناسبنا احنا البنات. يعني مو بلازم تراب وبهدل وقرف زي اشكالكم اخر مرة. كنا تسب يا عيال. لا لا نتمشى، ودها تشارك بس. تاكم تبون متان به ربيع وخضار، به روت تخريم والعج، وتاكم تبون متان به طعوس، هذا بمرق الخرار بس تراه زحمه،
وابوه متان ما يدلونه الناس جهه الغطغط. يا ابوي اخلص علينا، ايش قاعد تقول انت؟ خرخر وغطغط اهدى من كذا. نركب السياره ونلفلف نشوف اي تراب نقعد فيه، هذا هو البر. يا اخي ما نبي شيء بعيد، نبي كذا اذا حركنا 7:30 نوصل 8. 7:30 الصبح الا عقب الفجر على طول مع شقه النوم. جعل بطن عدو يشك، حنا قصدنا 8 الليل. اما عاد 8 الليل يا عيال، سلامات يا اختي، رايحه عرس انتي. وين؟ انا عندك ذا التعب والتجهيز، تبينا نكشف في الليل، حلات البر في الصبح. اقول فاضي انت، قوم صباح الله خير. لا والله، حلات الويكند نوم. فاضيين ذولي. اي والله. لحظة لحظة، انتوا ايش قاعدين تسوون؟ اجتماع تحديد مكان الكشتة. لا 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 لا، خلاص انا حجزت مكان كشتة مرة حلو، كشتوا فيه بنات خالتي السنة اللي فاتت. المهم ابرسل لكم اللوكيشن، وعلى كل حال قريب يعني، بعد 10 دقائق من هنا بس. يا ابوي كشتين بالدايري ذولي. يلا بنات، 3 2 1 تشيز. احنا وين؟ في الكشتة ونجوي فول. سلامات يا ابوي، جالسين في نص الشارع كاشتين ولا متعطلين؟ مالك دخل، هذا مكاننا، اذا مو عاجبك لا تقعد. بعدين وش ذا اللمبات؟ عرس عايدة. سوي تنكت انت طاقيتك اللي كانها غطا شطة. بعدين ما لومك، ما تعودت على الترتيب والاجواء. اقول يا ابو حمود، ما ودك تكمل نبلات رايحين؟ كون عليه بس مكاني. اجلس اجلس يا ولد الهاص. يلا بنات، صورة صورة. لا لا لا، مو حلوة مو حلوة، اصبروا. نفس جو الاستراحة، ما في أي فرق، بس هناك بيننا وبينهم جدر، هنا سيارة. ليش ما نجي هنا كل يوم ببلاش بدل ما ندفع لأبو عبيد إيجار الاستراحة؟ أقول سمعنا شيء يا صالح، وفكونا من الاقتراحات النايمة. ها ودي بشاهي خفيف ومخدر بذتنكة، واللي تصبح عجوز تمشي وتدق رقبا، تمشي وتدق رقبا. يا الله، وش الأغنية القديمة ذي؟ من وين جبتها؟ هذه من مسرحية المهابيل. أوه ذكرتها، اللي فيها خالد سامي الله يرحمه. الله يرحمه. تبين قهوة؟ لا مستحيل. ليش وشو؟ سيارات حرارية بعد؟ لا بس ما أحب أشرب كافيين بالليل، أخاف يسهرني. يا الله يا ليتني جايبة هوت شوكلت. شاكوش يصك راس العدو، يوم إنك ما تبين قهوة ليش خليتيني أصب؟ طيب وراك قلبتي علي، عادي خلاص اشربيها، ولا عطيها واحدة من البنات تشربها، أنا بطلب هوت شوكلت من كيان. ملاك؟ نسيت التوصيلة، وشلون بنشغل الشوايه الكهربائية الحين؟ هذا أنت قلتيها، كهربائية يعني التوصيلة تجي قبل الشواية، شلون نسيتيها شلون؟ خلاص عادي الحين بطلب توصيلة. لا 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 خلاص ما له داعي، اليوم بنشوي على الفحم. أوه نسيت الولاعة. يا ربي هذه اللي بتجنني. سلامات يا مي زهايمر، معليش وشو لا جاية معنا دامك ناسي كل اللي موصينك عليه؟ يا بنت الحلال خلاص روقي، طالعين ننبسط، الحين بطلب ولاعة. بس هذا اللي فالحة فيه، بطلب وبطلب، رايحين البقالة ومقضين 16,000 عربية عشان نجي هنا ونطلب؟ مرمانت عليكم وعلى اللي يطلع معكم. ها ها خير انت وياه؟ عندك فاهم يا لبا؟ اقول اذلف لا اصكك من التلمس الحين. فديت المعصبين انا. تبون لفه؟ اكا اكا في الدكه. عامر اخوانهم معهم. العجل العجل شكراً. أسبوعين تجهيزات،
واخرات اغراضكم كلها طلبيات. طلعتكم ذي تشبه كل شيء اللي نكشته. اوكي يا الرحاله يا طير البار، ذبيت خلصت الحين وش تبي انت وياه؟ لا 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 ما نبي شيء، بس لو تفكونا على طولتكم دي 10 دقائق نتفاهم معها، وانتم روحوا على فرشتنا اطفحوا البيتزا ذي. اي والله هذا الاقتراح الزين، لانكم واضح انكم ما استغليتوها صح يا نيروبي. ذبيت خلاص؟ ايه.